خير الجميع واهلا وسهلا مع برنامج تيست ترو تايم ومعكم الشيف نعمة سليمان واكلتنا لهذا اليوم هوم ميد برجر. راح نحتاج كيلو من لحم بقر مفروم، نصف كيلو خبز مبروش، اربع بيضات، بصله واحده، راس ثوم. البهارات اللي نحتاجها راح نحتاج معلقتين ملح، معلقه اوريجانو، معلقه فلفل اسود، معلقه فلفل ابيض، معلقتين سبع بهار. ولنا اعزائنا راح نحضر البصل، نفرمه، نجهز الخلطه مالتنا. وهسه راح نقوم بخلط المواد مع بعضها، نضيف اللحم مقدار كبير. أعزائي هاي القيمة كملت الخلطة مالتنا، راح نسويها على شكل كرات صغيرة ونحضرها للكبس. راح نسوي هسه الكرات اللي قلنا راح نسويهم كرات. هالحجم هذا، نستخدم شوية زيت نباتي بس نسويهم هالحجم هذا مثل ما تشوفون. بعد ما كملنا اللحم سويناه على شكل طوبات صغيرة، راح نبدي نسوي شكل الهامبرجر على الشكل المرغوب والمطلوب دائما. أنا كبست الهامبرجر بهذه الكباسة البسيطة، واللي ما عنده من هذه ممكن يستخدم ماعون، أي ماعون ممكن يفتح بيه الهامبرجر. هذا شكل الهامبرجر طلع عندنا، شكل حلو وشهي. Thank you.
جهزت كلها عندنا مكبوسة وحاضرة للشوي. كملت عندنا الهامبرغر. هاي انا بالنسبه لي خليته ماستر كاتشب مايونيز على السندويشه مالي، تعجبني باللفه مالتي، طماطه وبصل. كلش طيبة بالعافية.